بالنسبة للأثمنة ديال التمور يعني مختلفة ومتناولة للجميع. بالنسبة للأثمنة ديال هذا العام شوية ديال الزيادة ولكن على حسب الجودة. بالنسبة للجودة كاين كل واحد وعلاش قد كاين التمور المغربية يعني فيها أثمنة منخفضة وفيها أثمنة مرتفعة. بالنسبة للمجهول وبالنسبة للتمور الأخرى يعني كاين واحد الفرق ما بيناتهم، لأن المجهول دائما راه الثمن ديالو راه معروف بأنه كيوصل حتى ل 150 درهم، وكاين المجهول ديال 60 درهم و 70 درهم، وأثمنة ديال التمور الأخرى ديال المستوردة بالنسبة للتمور السعودية والتونسية ولا آخره وأنواع الأخرى يعني أثمنة مختلفة، راه فيها كتبدا من 30 درهم وأنت غادي حتى ل 50 درهم كاع. التمر هناك يعني توتزات تقريبا ب 10 دراهم 20 درهم كل يعني على حسب على حسب نوع ديال التمر. بحال المجهول يعني مجهول فهو مغربي من ارفوت فتزاد في واحد 15 درهم يعني مقارنه بالسنه الفارطه. يعني الا كنتي مثلا كتاخذ مثلا كيلو ب 110 درهم هذا العام تتولي تاخذ 125 درهم الكيلو، و حتى التمر ديال الجزائر تزاد فيه حتى واحد 10 درهم 12 درهم الكيلو مقارنه بالسنه الفايته. كنتي مثلا كتاخذوا ب 30 درهم يعني تولي تاخذوا ب 45 درهم ولا 42 درهم 43 درهم على حسب السوق وعلى حسب على حسب الجوده، حيت حتى هو فيه ماركت. وكنتمنوا ان شاء الله الله يرفع علينا البلاء والغلاء ان شاء الله، ورمضان مبارك سعيد للجميع.